مشاهدينا اهلا بحضراتكم. حالة من الفزع والحذر تنتاب سكان اوروبا الغير معتادين على الارتفاع الشديد في درجات الحرارة لاعتيادهم طول السنوات الماضية على درجات الحرارة المنخفضة اللي بتصل لتساقط الثلوج. لم يتوقف الامر عند ارتفاع درجات الحرارة فحسب، بل تسبب ارتفاع درجات الحرارة في حرائق الغابات وايضا اجلاء لعدد كبير من السكان من منازلهم. في الوقت اللي بيكافح فيه رجال إطفاء الحرائق في أجزاء كبيرة من اليونان وجزر الكناري، أعلنت إسبانيا عن رفع درجة الطوارئ، بينما تم تحذير بعض الأطفال في سردينيا الإيطالية من ممارسة الرياضة لأسباب متعلقة بالسلامة. في معظم أنحاء أوروبا حذرت السلطات في الأيام الأخيرة من المخاطر الصحية للحرارة الشديدة وحثت الناس على شرب المياه والاحتماء من أشعة الشمس. أصدر مركز تنسيق الاستجابة للطوارئ والتابع للاتحاد الأوروبي تنبيهات حمراء لارتفاع درجات الحرارة في معظم أنحاء إيطاليا، شمال شرق إسبانيا، كرواتيا وصربيا، وجنوب البوسنيا والهرسك والجبل الأسود. وحذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من أن الحرارة الشديدة بتشكل خطر كبير لأنها بتصدر خريطة من قبل المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى بتظهر موجة الحر اللي بتجتاح العالم حالياً. قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن موجات الحر مثل هذه اللي بتضرب أوروبا حاليا ستصبح أكثر حدة في السنوات القادمة بسبب أنماط الطقس المتطرفة. قالت الوكالة العالمية للأرصاد الجوية والتابعة للأمم المتحدة إن اتجاه موجات الحر لا تظهر أي علامات على التناقص. مع درجة حرارة وصلت ل 44 درجة مئوية تنتشر أعمدة الدخان فوق غابات اليونان ولا يزال الحريق مشتعل فيها حتى الآن. تم إجلاء 1200 طفل يوم الاثنين الماضي من مخيمات العطلة. أما في جزر الكناري واجه حوالي 400 فرد من رجال الأطفال حريق دمر 3500 هكتار، والهكتار بالمناسبة هو وحدة قياس بتساوي 10000 متر مربع تقريبا. فالحريق دمر 3500 هكتار من الغابات وأكبر 4000 من السكان على الإخلاء. اليونان شهدت ايضا ارتفاعات تجاوزت ال 40 درجه مئويه في الحراره، واصبحت درجات الحراره لا ترحم في ايطاليا. تم وضع ثلاث مناطق تحت الانذارات الحمراء والخاصه بالطقس الحار. ايضا بتشهد اجزاء من ايطاليا ارتفاعات تصل ل 48 درجه مئويه في الايام المقبله، ما يثير مخاوف من زياده الوفيات المرتبطه بالحراره، خاصه بعد وفاه عامل يوم الثلاثاء الماضي بعد انهياره من ارتفاع درجات الحراره، وتوفى على الطريق بالقرب من ميلانو كانت وصلت درجه الحراره وقتها ل 40 درجه مئويه. ايضا تم اجلاء الاف الاشخاص خلال عطله نهايه الاسبوع في جزيره لابالما الاسبانيه لما اجتاح حريق الغابات شمال غرب الجزيره مع ارتفاع درجات الحراره، حتى ان الحرائق ضربت قرى جبليه في كانتون فالي السويسريه في وقت متاخر من يوم الاثنين الماضي. دي كانت تغطيتنا لحضراتكم عن ارتفاعات درجات الحراره في اوروبا واثرها على القاره العجوز في سابقه لم تشهدها اوروبا من قبل. انا بشكركم شكرا جزيلا على المتابعه، انتظرونا دوما في مزيد والى اللقاء.